معانا الاخت او الاخ امانه من مصر او امان. ايوه انا بحضرتك، اتفضلي السؤال. ممكن اسال الشيخ سؤال لو سمحت؟ اتفضلي. دلوقتي في والدي توفى من 30 سنه، فوالدتي عملنا لها توكيل ساعتها علشان تبقى هي المسؤوله، فاخذت الفلوس طبعا اللي هو ما لحقش يتجوز، جابت له شقه، واللي عايز يتجوز جهزته، وحرمت واحده بس. فيهم جزء اخذ حقه، بس نظام تقرب من امه بالتحايل، وانا ما عنديش والاسلوب دوت. فام طبعا جاهله، فادت اللي هو بقى عمال يشتكي وعمال يتكلم. فطبعا انا ما اشتكيتش وما اتكلمتش، لان الاسلوب ده مش بتاعي، فاتحرمت. فالمهم طبعا لما لقيت ان ام اللي هتتاذي وكده، سمعت وقلت خلاص مش المرات اللي هيجيب مشاكل، وسكت على كده. فجي في اخ من اخواتي اللي اخذ الشقه حب يرجع لنا، فوالدتي كانت واخده الشقه ساعتها ب 7000، فبعد 30 سنه الحسبها، لان كل واحد نصيبه البنت 600 والولد 1200. فبردنا الحق، فهل ده من حقه ان هو يرد لنا المبلغ زي ما هو ايام ما اخذ الشقه؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، ليا اخت من الاخوات نقلوا لها كلام عني غلط، فراحت بعتت لي رسائل انها تبعد عني وما لهاش دعوه بيا، لدرجه بتقول لي ان لو لقيتيني بولع ما تطفيش ال وما تطفيني ما تطفينيش، ابعدي عني وما لكيش دعوه بيا خالص. باسلوب بقى طبعا كذا رساله، انا باثر على حضرتك، كذا رساله باسلوب يعني مش حلو، وفي اسلوب جارح واسلوب شتيمه، وكل ده علشان هي متجوزه وعملت قسمت طلاق كذب، واخدت معاش مش معاش. طيب معلش يا اختي، انا بقول ده حرام. طيب اختي امان، طلع كده يبقى انا هاذيها وملهاش دعوه بيا. هم دول السؤالين اللي عندي، فممكن اسمع رد معلش السؤال الثاني. هي الاخت زعلانه منك عشان خايفه ان انت تقولي على ما حدث؟ عشان خايفه تمام. مني ان انا اذيها. طيب لا، اخذت معاش مش من حقها. تمام طيب، تسمع يعني تسمع الاجابه يا اختي امان. ورحت الاسئله، ورحت الاسئله. ما هو ده السؤال الاول، يعني الوارث بعد 30 سنة من أخذ الميراث بيقسم على أخواته بنفس الثمن اللي كان من 30 سنة، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ لا. لا يحل شرعاً، لأن الميراث ده كان أراضي وشقق ودنيا، لا يقسم أراضي وشقق. طب كانت فلوس فضلت عنده ليه؟ معناه قيمتها قلت. بديون 30 سنة، ده يعني الحاجة تبقى برص التراب، مبلغ يعني لو كانوا 100,000 زمان كان يجيبوا ايه؟ عماره من 30 سنه. ايوه. دلوقتي يجيبوا ايه؟ ولا حاجه، ولا يجيبوا شقه. فلا، ليس منطقا يعني. يتم الحساب على اساس سعر اليوم، ويتم التوزيع على هذا الاساس. لا. تشكيل حكم بحقيقه هذا الامر وتقدير هذا الامر. الاصل او عقارات وشقق، عقارات وشقق. بسعر اليوم بيقسموا فيه لو هيدوهم مال. انما لو هو مال يبقى لازم لجنه تتشكل تقول ده يساوي ايه الايام دي؟ يقيم ازاي؟